بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ المحاضرة الثالثة في مادة الإلكترونات اللي هي بعنوان منحنى الخواص للثنائي شبه الموصل. ويمثل منحنى الخواص للثنائي العلاقة بين التيار المار خلال الثنائي وبين الجهد المطبق عليه سواء في حالة انحياز أمامي وانحياز عكسي، ويبين الشكل منحنى الخواص للثنائي عند التوسيع عند ثنائي اللي هو دايد نوع السيليكون والآخر نوع الجرمانيوم كما هو مبين في الشكل. فإن الثنائي يوصل التيار عندما يكون التوصيل في الاتجاه الأمامي، ولا يوصل التيار إذا كان في الاتجاه العكسي أي تيار صغير جدا يمكن إهماله طالما كان الجهد المطبق على طرفيه أقل من جهد الانهيار اللي هو VBR باكش داون فولتج. نوضح بس اللي هو منحنى الخواص بالشكل هذا، هو عبارة عن محورين أفقي ورأسي، محور أفقي ومحور رأسي. المحور الأفقي هو فيه الفولت اللي هو الجهد الأمامي هنا بالجانب هذا الجانب الأيمن، والجهد العكسي في الجانب الأيسر هنا التيار الأمامي وهنا التيار العكسي. طبعا لاحظ معايا أن هنا جهد معروف الوحدة بتاعه اللي هو مسمينا VF اللي هو V فورورد اللي هو الوحدة بتاع V، وبرضه هنا الوحدة بتاع V ولكن VR اللي هو نسبة للجهد العكسي وهنا الجهد الأمامي. هنا يبين لي منحنى الخواص للجرمانيوم اللي هو الشكل هذا وهنا منحنى الخواص للسيليكون. عارفين انتو جهد الحائل في حالة الجرمانيوم 0.3 وفي حالة السيليكون كم 0.7. يبين الجزء الأيمن للمنحنى اللي هو الجزء هذا التغير الكبير في التيار الأمامي عند تغير الجهد. شوف التغير لما يطيق جهد الحائل يتغير التيار، لما يطيق جهد 0.3 بالنسبة للجرمانيوم شوف التيار كان صفر بعدين يتغير يعطيني قيمة كبيرة. وبالنسبة للسيليكون برضو يبدأ 0.0.0 لغاية 0.7 يعطيني قيمة تيار كبيرة. لاحظ ان التيار الامامي هنا الوحدة بتاعها بالملي امبير، لاحظ التيار اللي هو قلنا عنده قيمة تعتبر كبيرة. بالنسبة للتيار العكسي القيمة بتاعها بالميكرو امبير زي ما حكينا او بالملي بالنانو امبير اللي هي قيمة صغيرة جدا. يكون التيار قليل بحيث يكون التيار قليلا قليل القيمة عندما يكون في الجهد المطبق على الثنائي أقل من جهد الحائل اللي هو قلنا قريب صفر أهو، دائما جهد الحائل اللي هو 0.3 جرماني وجهد الحائل أهو صفر، حتى واضح أنه هو في الرسم أنه هو 1.0، والتي جهد الحائل التي تبلغ 0.7 بالنسبة للسيليكون و 0.3 بالنسبة لشنو بالنسبة للجرماني. وعندما يزداد الجهد المطبق على الثنائي الجهد المطبق على الثنائي عن القيمة 0.3 و 0.7 فإن التيار يزداد زيادة كبيرة مع زيادة الجهد. هذا وضع الجانب الأيمن هذا في حالة توصيل، شو قلنا في التوصيل الأمامي. نشوف في حالة الجزء الأيسر من المنحنى الخواص يوضح من المنحنى الخواص يوضح ان التيار المار في الاتجاه العكسي اللي هو الاتجاه هذا بالنسبه للجرمانيوم وبالنسبه للسيليكون يكون قريبا الى الصفر مش صفر زي المره قريب للصفر تمام. لاحظ معايا هنا بوينت 3 وهنا 0.7 اقل حتى من الواحد واجد. هنا يقول لك يستمر هنا الخطوط المنقطه هذه يستمر الجهد بالزياده مع زيادة طفيفة في التيار لغاية عندما وصول هذا الجهد إلى جهد الانهيار الجهد الانهيار اللي هو بالنسبة للجرمانيوم وبالنسبة أو جهد الانهيار اللي هو نسموه فيه
في بي ار للجرمانيوم وفي بي ار سوري في بي ار للجرمانيوم، هنا المفروض هنا للجرمانيوم هنا للسيليكون، صلح هذه ممكن الى السيليكون. نلاحظ انك من التيار الامامي الى التيار العكسي، وذلك معلش، وعند الوصول هذا الجهد الى جهد الانهيار يزداد التيار زيادة كبيرة تؤدي الى في الغالب الى تدمير، الغالب الى تدمير الدايد، وهي عادة تكون عند حوالي 50 فولت، يعني النقطة هذه حوالي 50 فولت في معظم الثنائيات. ونلاحظ في الشكل استخدام مقياس رسم مختلف ولكل من التيار الامامي هنا والتيار العكسي، وذلك لان التيار العكسي يكون دائما اقل من التيار الامامي مئات مئات او الوف المرات. كما نلاحظ ان قيمة تيار التشبع العكسي في حالة التيار المصنوع من الجرمانيوم اكبر بضعفين او ثلاثة من التيار المصنوع من السيليكون. واضح فيها هنا او النقاط انه يدل ان نرى ماشي جهد واجد، وبعدين في تيار بسيط عكس هنا ما فيش صفر، وبالتالي لما يطق الجهد الى جهد الانهيار على طول يعطيني تيار قيمة اللي هي ينهار فيها الثنائي. نشوفوا اللي هنا حكينا على الجزء الايسر جهد الانهيار. تو نشوفوا نبدأ في الجزء المهم اللي هو الجزء الرياضي للدايد او المعادلات الرياضية او المعادلات اللي فيه المسائل يجن في الامتحانات عادة، اللي هي الثنائي كعنصر في دائرة الكترونية، the دايد as a circuit element. تتكون دائرة الأساسية للثنائي كما هو موضح بالشكل واحد الشكل هذا 1.9 من ثلاث عناصر أساسية، وهي الثنائي اللي هو دي دايد، والمقاومة الحمل قلنا ضروري من أي دايد يوصل ضروري من مقاومة عشان تتحكم في التيار اللي هو ار ال، زائد شنو مصدر جهد اللي هو في انبوت. يبدأ عندي ثلاث عناصر لأي دائرة كهربائية. نجو لخط الحمل، خط الحمل ونقطة التشغيل. لتعيين خط الحمل ونقطة التشغيل يجب دراسة الدائرة المبينة في الشكل عند تطبيق قانون كرشوف للجهد، وعلى هذه الدائرة نحصل على العلاقة التالية. قانون كرشوف معروف، مجموع الجهود الداخلي يساوي مجموع الجهود شنو الخارج. الداخل عندي هنا V input يساوي شنو، يساوي الجهد على باقي الدائرة اللي هو VD زائد VR او الفولتيه اللي هي هنا في ار ال اللي هي شنو تساوي التيار اي دي في المقاومه اللي هي اي دي في ار ال. وحيث ان هذه العلاقه لا تكفي لتحديد قيمه نحصل على اي دي كم التيار الدايد وكم الفولتيه في الدايد، لنحصل على قيمه كل من اي دي وفي دي لانها تحتوي على مجهولين، فاننا سوف نستخدم علاقه اخرى بين كل من اي دي وفي دي، وهي منحنى الخواص للثنائي، منحنى الخواص للثنائي الموضحة في الشكل 1.10 اللي خلينا نشوف الشكل مع بعضنا. لرسم خط هذا الخط هذا يقول له خط الحمل او خط الحمل او مكتوب عليه يعني خط الحمل. طبعا هنا المقصود به الفولتية، المحور الافقي فولتية في الدايد، وهنا التيار في الدايد اللي هو اي دي تمام، وهذا خط الحمل وهذا مميزة الدايد اللي هو الشكل هذا او منحنى الخواص او الميزة الخواص. الكيو اللي هي نقطة التشغيل اللي يشتغل عندها شنو، يشتغل عندها الدايد، فنحتاج الى حساب اي دي كيو اللي هي تيار التشغيل وفولتية التشغيل، هذه اللي هي نحتاجهم في مثال هذا او في طريقة الحساب لنعرف التيار الذي يشتغل عنده الدايد والفولتية اللي يشتغل عندها الدايد. ولرسم خط الحمل المعطاة في المعادلة اللي هي المعادلة اللي حكينا عليها قبل شوية اللي هي VI تساوي VD زائد I زائد ID RL. لرسم خط الحمل على منحنى الخواص الموضح بالشكل
نلاحظ أن خط الحمل يتقاطع مع المحور الرأسي والذي يمثل ID. شوفوها، والذي يمثل ID يتقاطع مع المحور الرأسي والذي يمثل ID، ويتقاطع مع هذا الخط الحمل ويتقاطع مع المحور الأفقي والذي يمثل شنو؟ IVI. أي أن عند النقطة هذه في، لو تلاحظوا معنا في اي انا كم تساوي؟ تساوي صفر، اللي هو المحور الافقي، القيمة هذه تساوي صفر. يعني ممكن في نفس المعادلة هذه، في نفس المعادلة لو جينا عوضنا عن قيمة في اي بصفر، او زي ما نشرح انا في اي بصفر اللي هي شو تقعد المعادلة تساوي؟ تساوي في دي الطرف الاخر، في دي هي هنا تساوي في اي، او شو نوضح الرسم معلش، هنا الفي دي او مكتوب انا اي بي دي تساوي في اي. اذا نبدا في نفس المعادله هذه نشيل في اي في دي ونضع مكانها شنو؟ نضع مكانها في في اي، فتصبح المعادله في اي تساوي اي دي في ار ال. بنطلع اي دي في طرف، يبدا عندنا تساوي في اي على ار ال، وهو موضوع موضحه في الرسمه هنا، ان راجعت هنا يساوي في عند النقطه هذه تساوي في اي على ار ال. كما يتقاطع خط الحمل مع المحور الافقي اللي هو عند اي في اي اي اللي هو محور الفي، في اي يساوي شنو؟ يساوي في يساوي صفر، في اي يساوي صفر، وبالتالي التيار يساوي او كما يتقاطع الخط الحمل مع المحور الافقي والذي يمثل في دي عندما يكون التيار المار في الثنائي صفر، لأن القيمة هذه التيار ما فيش تيار صفر، أي عندما يكون الـ VL أو عندي في المعادلة هنا الـ VL يساوي ID في الـ RL وتساوي الـ VI ناقص الـ VD. لو جينا لنفس المعادلة الأولى هذه فوق وجبنا هنا في في دي للطرف الاخر، شنو تصبح؟ تصبح في اي ناقص في دي تساوي اي دي ار ال. في ال تساوي اي دي الار ال، وشلنا الفي اي للطرف الاخر، الفي دي للطرف الاخر تجد في اي ناقص في دي. يبدا تو نحن تحصلنا على حوالي اربع معادلات من خلال منحنى الخواص للثنائي، وهي واحد معادلة رقم واحد اللي هي من من قانون كرشوف للدائرة وعرفناها، اللي هي في اي تساوي في دي زائد في زائد اي دي ار ال. المعادلة الثانية اللي هي عوضنا عن قيمة الفي دي بصفر وحطينا مكانها في اي، يبدأ اي دي تساوي في اي ناقص اي على ار ال. والمعادلة الثالثة والمعادلة الثالثة الثانية أو سوري ثلاث معادلات، أو نقدر نقول على هذه أن في دي في حالة هنا في الفي دي نقدر نقول عليها تساوي الفي اي. هذا أنت لما يقعد شنو الجهد المطبق عليها هنا نفس الجهد اللي هو في دي مطبق على نفسه هو في اي، نقدر نقول عليها معادله ثالثه اللي هي نفسها طبقنا فيها المعادله هنا اللي هو في ال تساوي اي دي ار ال وتساوي في اي ناقص في دي. المحاضره القادمه ندخل على الامثله، والامثله ان شاء الله سهلات، ونشوفوا شنو طريقه وضع الامتحان على الطلبة الانتباه للمحاضرة الجاية، لأنها مهمة جدا فيها حل المسائل،
ممكن تكون موضع امتحان أو موضع أسئلة في الامتحانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.